اهلين وسهلين شرف، تفضل. صباح الخير عمي ابو طالب. اهلين، تفضل. الله يزيد فضلك، والله فضلك سابع علينا يا عمي ابو طالب. بس ممدوح افندي عاوزك لعنا على المخفر. خير؟ والله ما حكى لي شو الموضوع. ايوه ماشي عمي، اسبقني ولحق. السلام عليكم. الله معك، الله معك. السلام عليكم. اهلين بالزعيم، تفضل رئيس المخفر عم يستناك. يا الله. الأندال أبو عدنان وشيخ بلال ما بيخالفوا له امر بنوب بنوب. طبيعي يا آغا، ما هنن عضوات الديوان الحارة. مو بس هيك، كأنه ماسك عليهم امر عم هددهم فيه. امر شو يا آغا؟ هذا يلي لازم اعرفه. وكيف بدك تعرف هالشي؟ بدها صفني، لأنه لازم خلي المختار والشيخ بلال من صفي أنا. بس بلا مؤاخذة يا آغا، مو بالضرورة يكون أبو طالب ماسك عليهم شي حتى يطوي. لك شو السبب برأيك؟ هيك عالم وناس يا آغا بيمشوا ورا القوي. شو هالحكي يا مندوح أفندي؟ بكل أسف يا أبو طالب، هي هي الحقيقة. اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا لطيف يا لطيف، كيف وصلكم الخبر؟ شرطة المحافظة يا أبو طالب وافتنا بتقرير مفصل عن الحادثة. تقرير مفصل؟ إيه نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، شو الخبرية هي؟ تحب تقرأ التقرير يا أبو طالب ولا أقرأ لك يا أنا؟ أقرأ أنت من بعد إذنك، لأنه الخبر هز كياني وطلعني عن طوري. تؤمر يا أبو طالب. من شرطة محافظة دمشق إلى مخفر محلة الإمارية، ولأسباب ملحة دعت مخفر الإمارية لتحويله إلى مخفر محلة الأنوات بشكل عاجل وسريع، كون المغدور يرتبط بالمصاهرة مع نور الدين الأنواتي أبو طالب زعيم محلة الأنوات. وبعد، لقد تم العثور على جثة المغدور طلال زيد النشواتي من محلة الإمارية إلى جانب عشيقته افتكار محجوب العجمي من أصول لبنانية، وذلك في بساتين الصالحية. ونتيجة لترك الجثتين لمدة 3 أيام متتاليات في العراء، تأكد للطبيب الشرعي المختص بأن الضباع أكلت الجثتين ولم تبقي إلا على ملابسهما وهويتهما. الهوية موجودة؟ نعم يا طارق. هاي الهوية. العمر لك يا أبو طالب. الله يسلمك يا ممدوح أفندي. أبو طالب، شو بتطلب نحن بالخدمة؟ يعني بتمنى من جنابك أنه هذا الموضوع ومسبباته ما تطلع لبرا، لأنه هذا الشيء رح يحط من كرامتي وكرامة المسورة بنتي وكرامة عيلتي. تأمر أمر يا أبو طالب، بس أنا خايف تنفضح السيرة من قبل مخفر الإمارية. شو الحكي؟ مثل ما عمل لك يا أبو طالب. شيء. بس أنا بوعدك إنه يبقى التقرير بعهدتي وبكامل السرية. يا ريت يا ممدوح أفندي، بعدين شو بيجي من رب العالمين يا محلا؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. بالإذن. أهلين أبو طالب. سلام. شو هالحكي؟ مثل ما عمل لك عمي. بس هيك طولت السيرة كتير يا أبو الهول. شو كنت عامل لك أنا؟ رحت عند معلمين الكار وكلهم قالوا لي القصة بدها وقت لحتى يبين معهم من وين. لك نحن بس بدنا نعرف شو أصل الخنجر، لأنه بناء عليه بيترتب كل الروايات. شو عامل لك؟ سبحان الدائم على الدوام. يا لطيف. سبحان الحي الذي لا يموت، انتقل إلى رحمته تعالى طلال زيد النشواتي. إن لله وإنا إليه راجعون. سبحان الحي القيوم، سبحان الدائم على الدوام، انتقل إلى رحمته تعالى طلال زيد النشواتي. إنا لله وإنا إليه راجعون. الله يستر أبو طالب. اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة. الله يعينك يا أبو طالب على هالمقام.
علي العظيم، انا شو هالمصيبه هاي؟ اترملت هالمقروءه على فكير، رحمه الله عليه. امين. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. الله يجعل مسواه جنه يا جماعه. امين امين. اللهم امين. هي مشيئه ربك، شو بدك تساوي؟ سمعونا الفاتحه. انتقل إلى رحمته تعالى طلال زيد النشواتي. إنا لله وإنا إليه راجعون. يا علاقتي عليك يا بنيتي، يا علاقتي عليك. يا مال الشام، لا حول ولا قوة إلا بالله. ولا تقبريني، اصحي تقبريني. لا تقبريني يا حبيبة قلبي، خدي خدي من إيدي حبيبتي مال الشام. يا أمي تقبريني ولي على أمي عليكي. يا أمي مال الشام يا أمي. على العافية عمي أبو يحيى. أهلين عمي طه. ابن حلال، لأنه كنت ناوي هلا أروح لعندك مشان أسألك عن موضوع الخنجر شو صار فيه. ماشي، السيد حسان هون؟ خير، كأنكم على بعضها. طه، هي طاهر عندك، كيفك؟ مصيبة يا سيد حسان. خير طاهر، شو في؟ العمر قلكم. ليش مين مات؟ طلال أعطاكم عمره. إنا لله وإنا إليه راجعون. لا 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 لا. خلينا ماشيين بتمثيلية الجفا بينك وبين بيت حماك. يا ابو يحيى فهم علي، ما بقدر اترك عمي ابو طالب بهالمحنه لحاله. يعني وتعبك كل الايام يروح على الفاضي؟ يا سيدي ويروح، انا قصه الجفا المصطنع هاد كلياته ما خرطت مشتي وما عاد بدي اياها بالمره. سيدي ابو يحيى فهم علي. خلص مثل ما بدك سيدي. السلام عليكم. السلام عليكم. ذلك اليوم.
مآبا إما الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.